طالب اتجه في شغل الديكورات والنقاشه والرسم، وفجاه طبعا موضوع اللوحات دوت اللي هو المجسمات ما كانش على بالي يعني. فشفت واحد صاحبي عامل العربيه فخدتها منه عشان اقلدها وكده. فاول مره طبعا فشلت لان ما كنتش عارف امكانيات الخشب ايه وظروفه. فتعلمت بعد كده يعني اختار نوعيه الخشب اللي اعمل بيها المجسمات، وكل حاجه من ديت ليها خشب معين يعني، مش شرط كل الخشب ينفع مع كل المجسمات. في خشب كونتر مضغوط وفي خشب ام دي اف، فمش كله بينفع معاه. فانا فكرت اعمل المجسمات ديت، فخطر في بالي ان انا وانا بعمل العربيه اللي بقلد فيها صاحبي قلت اعمل فيها كابينه واخلي الكابينه متحركه بحيث تنفع كبونبونيره يعني، ما ينفعش تبقى مجرد تحفه الناس يعني تاخدها كاقتناء تحفه وخلاص، فلازم يستفيد بيها لانه يدفع فيها فلوس. فحبيت اخليها يعني تستخدم كبونبونيره ويستفيد بها الانسان يعني. ابتدى بعد كده يطلب مني حاجات عربيه بنزين مثلا زي اللي هناك ديت، وابتديت اعمل شماعات خشب على شكل قميص، القميص اللي هناك دوت على شماعه ملابس، وراس الكلب الالماني دوت الاسود ده عملته على شكل راس كلب يعني، يبقى علقه مفاتيح. وطبعا عملت المركب اللي هناك ديت، المركب ما كنتش اعرف اعملها، فدخلت على النت شفت فيديو واحد بيصنع مركب، فابتديت خطوه خطوه لغايه ما عرفت اعمل المركب ازاي وكده. وبعد كده اتجهت، وطبعا اصلا شغال برضو خطاط بكتب لوحات وكده، فشغله كله فن في فن يعني. والمحاميه طبعا انا بقالي 20 سنه محامي، والفن ده واخده على جنب يعني كده كهوايه. من ناحيه الوقت انا بقدر اوفق وقتي يعني، بقدر اوفق الوقت بين ده حاجه وده حاجه ثانيه. لا طبعا ما تحرجش لان دي هوايه، دي حاجه هوايه جوايا وبشبع بيها غريزتي، وفي نفس الوقت بفيد بيها الناس وممكن تكون مصدر ربح ليا. بس المشكله ان انا بعاني في العدد، العده ما عنديش عده وامكانيات، بضطر اجي مثلا هنا ورشه بستخدمها 5 دقائق 10 دقائق، بحتاج عده طبعا ده بيسيبني بالحرج شويه. نفسي افتح مصنع كبير اعمل فيه المنتجات ديت، واجيب فيه البنات الايتام يشتغلوا واشغل الشباب وكده، واللي ما عندوش شغل يشتغل، وتبقى طفره كويسه جدا يعني. انا اتمنى يعني ان ربنا يوفقني في حاجه زي كده. وكان في الاول طموحي ان انا اعمل مصنع لعب اطفال، طبعا ما اتكسفش، اتكسف من حاجه تكسف، لكن ده شغل واصلا موهبه عندي، فليه اسيبها؟